من أسرار الدعاء أنها من العبادات الخفية التي بينك وبين الله عز وجل، وتكون في خفاء، وأجرها عند الله عظيم. ويكفي أنك استجبت لأمر الله عز وجل ولمراد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في القرآن يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله عز وجل يربينا فيقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلذلك هذه من أعظم أسرار الدعاء، أن تعلم أنه لا يكشف ما بك إلا الله، ولا يقضي حوائجك إلا الله، ولا يعينك في ملمات الدنيا ومطالب الآخرة إلا الله عز وجل. فأنت تناجيه وتسأله وتدعوه. ولذلك دائما الدعاء الذي يكون قريب من الله عز وجل وتخلص فيه النية وتسكب فيه العبرات، هو الذي يكون في مكان سر، يعني لا يراك إلا الله عز وجل، أو في مكان أحرى أن يكون يعني إجابة لله، يعني في مواطن الإجابة. لذلك يقول عمر كلام عجيب يا إخواني، والله كلام عجيب يكتب بماء العين. يقول عمر: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لماذا يا فاروق هذه الأمة؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن القصور منا نحن يا إخواني ويا أحبابي، نحن مقلون في الدعاء. لذلك لا يثبت الإنسان على دين الله عز وجل. كان يشغلك مسألة الثبات فلا يثبتك إلا الله عز وجل. تأمل الله عز وجل في سورة آل عمران عندما مدح أهل العلم، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إيش بعدها؟ قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أشغلك مسألة أنك تثبت على دين الله ويكون قلبك معلق بالله عز وجل. الله يقول: ولولا أن ثبتناك، لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم متى في سجوده: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. إذن نحن محتاجون للدعاء، وأن نلح على الله وأن نكثر من الدعاء. يا شيخ، ويذكر الحجاج قبل شوي، الحجاج كان يطوف بالكعبة فرأى رجلا أعمى يدعو الله ويطوف ويقول: يا ربي أعد إلي بصري. هذا الأعمى كان يبصر وأصابه مرض ففقد بصره، فكان يدعو. الليلة الثانية جاء الحجاج ليطوف وإذا بهذا الأعمى لا زال يطوف ويدعو. الليلة الثالثة قدم الحجاج ليدعو وإذا بهذا الرجل لا زال يدعو، فأمسكه بتلابيبه، قال: تعلم من يحدثك؟ قال: من؟ قال: الحجاج ابن يوسف. فارتعدت فرائص هذا الأعمى، يعلم من ما عند الحجاج إلا جز الرؤوس. قال: والله إن أتت الليلة الرابعة ما عاد الله بصرك لأقطع رأسك. ماذا سيصنع هذا الأعمى؟ فبدأ يأخذ زاوية من الحرم ويدعو الله بقلب صادق وبدموع حاضرة، لأنه علم أنها يعني حياته وأجله. أجت الليلة الرابعة وقد عاد الله بصر هذا الإنسان. لا تستغرب، لأننا والله مقصرون في أن ندعو بقلب يعني مقبل على الله عز وجل، صادق منيب لله سبحانه وتعالى. والله ما من حاجة تسألها الله عز وجل بصدق إلا وسيجيب الله عز وجل دعاءك. ولا تستعجل، وألح على الله عز وجل في الدعاء. والإلحاح يا أخوان مطلب، والله مطلب. عندك طفل صغير في بيتك يلح عليك أنك تعطيه شيء، ثم تمتنع وتقول له لا بعدين، ويبدأ يلح عليك حتى تعطيه. الله عز وجل ولله المثل الأعلى، إذا ألحيت عليه سبحانه وتعالى يعطيك سؤلك ويجيب دعائك. لكن كما قالوا المشايخ، للدعاء أوقات إجابة، تحر هذه الأوقات. واليوم جمعة كما قال الشيخ، ألح على الله عز وجل في حوائجك، وستأتيك هذه الحوائج بإذن الله عز وجل. وأن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء، وأن يكون الإنسان على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه، هذه كلها من الأسباب الموجبة للدعاء. وأن يكون مطعمه طيب حلال، وبإذن الله عز وجل يجيب الله عز وجل دعاء الله.